أول شيء ارتفاع الأسعار، من يرتفع سعر الطحين أبو الفين راح يأثر عليه، من يأثر على أبو الفين راح يقلل الصمون، بالأخير هي راح تأثر على المواطن بشكل مباشر. بدل ما 8000 6000، 6000 شو تكفي؟ إذا هو ياخذ له يومية نقول ب 3000 الصبح، 2000 الظهر، 2000 بالليل، إذا هو عامل يوميته 20 أو 15000 شو راح يسوي بهن ذني؟ المسواق للصمون للي عنده أطفال، إذا قاعد إيجار، فمن هذا الباب احنا مناطقنا تعرف انت تعبانة، حتى يعني عمل ماكو. أبو الفرين يومي هذا العامل 20000 أو 15، أبو السيارة نفس الشيء، يعني هي الأمور كلها تعبانة. لا والدك خوش يحكي دائما، ليش مرة متفتوة؟ لا زالت بعض الأفران تبيع صمون 6000 و7000، وهذا يشق على المواطنين، على أصحاب الدخل اليومي، يعني هم يومياتهم بالزايد 20 15 25، هذا يشتري صمون، صاحب العائلة يشتري صمون بالذات 4000 باليوم، شبقة بيومي شلون يعيش بقية أفراد أسرته؟ وهذا كله سبب نتيجة صعود الدولار، الدولار ما حد يسيطر عليه ويقدر ينزله، يعني عندنا خلل بالإدارة المالية بالبلد، ومن مدى نعرف شلون نتعامل بهذا الموضوع. احنا كمطاعم متأثر علينا كلش، يعني إذا نبيع هي اللفة بألف خوش، فمن ارتفع الصمون احنا ما نقدر نصعد اللفة على المواطنين، بس نضطر انه نخسر بسبب الصمون، وهاي مشكلة نعاني من عندها كل افراد المطاعم وكل افراد المجتمع العراقي يعانون من عندها. فما نعرف، يعني احنا نطالب الحكومة، نطالب الجهات المعنية، وزارة التجارة، بان تخفض اسعار الطحين، تدعم المنتوج الوطني، تدعم الطحين حتى ما يشق على المواطنين، لان اصحاب الدخل المحدود يعني اللي يتعبون بسبب هاي الامور، انه ارتفاع صعود الدولار ياثر على المواد الغذائيه بالبلد، ارتفاع صعود الدولار ياثر على اسعار الصمون عندنا، يعني انا كفران تبيع 6000 و7000 و8000، هم يعني يشق على صاحب الفرن وهم يعني يشق على المواطن، يعني ما بدنا نلقى حل لهذا الموضوع. احنا نطالب الحكومه، دوله رئيس الوزراء، بانه يشوفون حل لهاي المساله، لان هذا قوت الشعب، هذا قوت يومي، يعني هذا مو مال الواحد يجي يقدر يصعد عليهم ويأذي هاي الطبقة الفقيرة، لأن هي أكثر طبقة تتأذى بهاي الارتفاعات هي الطبقة الفقيرة، هي الطبقة الكادحة، العمال يعني اللي هم عاملين يعني بالنهاية ما يقدرون يشترون بهاي الأسعار وبهاي المبالغ، وكلهم أصحاب عوائل وأصحاب دخل محدود. خوش، يعني نحن نطالب الحكومة ووزارة التجارة بأنه تلقى حل لموضوع الطحين، موضوع الأسعار الغذائية، موضوع يعني هاي أسهل الأسواق، السوبر ماركتات كلها أسعارها صعدت كلش. تحكي وياه ويقول لك والله الدولار صاعد، الدولار صاعد، البضاعة اللي تطب لنا من هناك غالية، البضاعة الطب تجينا من هناك غالية، البضاعة من الجمرك غالية، كلها بسبب صعود الدولار. فإحنا يعني شلون إحنا ويا الدولار؟ يعني إلى متى يبقى الدولار هكذا؟ يعني البنك المركزي، يعني نطالب من البنك المركزي بأن يشوف حل، إنه يخفض أسعار الدولار، يحاول على هاي الميزانية القادمة يحاول يخفض أسعار الدولار حتى الناس تقدر تعيش بصورة صحيحة، وما تصير عقبات قوية بعد هذا الارتفاع، لأن هاي الارتفاعات بصعود الدولار والمواد الغذائية نتائجها حتمية، بأنه الناس راح ضد الضجورة، أول وثالث الضجورة راح تنتفض، راح تثور، لأن هذا يسبب جوع، عمي يسبب جوع، والناس من الجوع بعد ما حد يرحم. سبب أسعار الدولار، والمفروض يعني الحكومة تأخذ رأيها بهيك أشياء. يعني إحنا مثلاً إحنا يومياتنا كليتها 10000 دينار، من ساعة 7 الصبح 6 العصر، أنت تأخذ 1000 دينار 6 صمونات الصبح، والعصر تأخذ 6 صمونات، زين اليومية إيش راح تبقى بيها؟ زين وراك إيجار، وراك كهرباء، وراك مي، يعني المفروض الحكومة تتحمل هذا الشيء، مو المواطن. احنا يعني معاناتنا فوق معاناة، طبعا تأثر، لان احنا يوميتنا كليتها 10000 دينار و15000، تطلع من 7 الصبح ل6 العصر، يعني فما راح تكفي، وراك ايجار، وراك كهرباء، وراك مي، هاي كليتها راح تأثر عليه. زين هو كليتها راتبه بالشهر 300000، زين هذا يلاحق على الصمون، يلاحق على الكهرباء، يلاحق على ايجار. Come on.
والله بعض الافران حاليا عندنا معاناتنا ويا الطحين، صارت انه شغله الطحين، صعد الدولار صعد الطحين، من ينزل الدولار التاجر يظل لعبه تجار تصير بيناتهم، لا هو منزل له الطحين واقدر اشتغل ولا هو عايف للطحين على حاله، من ال 40 ل 38 الف دينار ما تفرق بالنسبه لي للاب والفرق. هواي افران حاليا عزلت بسبب الطحين، تجي على الطحين اكو نوعيات رديئة، ابو الفرن ما يقام يشتغل وكل فرن يشتغل به خمس عمال وخمس عوائل واغلب الافران عزلت، هاي وحده. شغله ثانيه عندنا من تجي بالمناطق الشعبيه كثره افران يلعب على متنافس الفرن الاخر، يقوم يبيع عدد اكثر عودين ينتظر الفرن ذاك يخسر يعزل. بعض الافران عزلت عندنا هنا بالمناطق الشعبيه كاحنا اطراف بغداد، من الرصافه تعتبر الرصافه الثانيه، يعني حالة المادية كمستوى مناطق شعبية تعبانة، من يجيك الفقير تبيع له ستة ما تكفي عائلته اللي عنده سبع نفرات وثمان نفرات ما تكفي انه يصمونها سبعة، وشغل ماكو متأذي العامل، تجي على العمال اغلب العمال قامت تجي محافظات الى مناطق الى منطقة بغداد، محافظة بغداد. زين بهاي الحالة احنا شنو ذنب كعمال ولا صاحب المال من يجي ابو الفرن الطحين صاعد يقول لك انا ما مجبر انطلب ثلاثة واربع خمس ملايين ستة من وراء انه شنو؟ انطي اشتغل انطي للتاجر بالطحين وانطي المل للعمال، انا ما مستفاد شيء وانطي للمؤجرين. هاي الحاله صار لها ما يقارب من وضع كورونا وصعود الدولار ولهذا اليوم. نطالب احنا من الحكومه ووزاره التجاره هسه لو سوينا مبادره شيء بسيط انه كل فرن تنطي 20 كيس. حتى لو مو شغل للصمون او حتى لو سيال بين قوسين نعتبره احنا بالعاميه. هاي العشرين يبيعها يستفاد من عده يجيب له فد 10 كياس خبازه الشيل ابو الفرن، تجي على النفطيه ينطينا 2000 دينار لابو الفرن، هاي ال 2000 ما تكفي راس الشهر او يوم 30 ما تكفي، مجبور انه لو يخبط اسود نفط اسود، هاي الدرجه موجوده عندنا حاليا بالافران، اما يخبط غاز معرض حياته وحياه خمس عمال او سته للخطر غاز وتشتغل بيه. معاناه الافران بصوره عامه هي زياده اسعار الطحين، الطحين التركي اللي ديجي مستورد عندنا دي يتراوح هسه بعد نزول الاسعار ونزول الدولار دي يتراوح من 36.5 الى 40 النوعيات الجيده، بينما اكو نوعيات عندنا نوعيات عراقيه شركه مال اربيل ومال نور سبطي مال كربله نوعياتها مو من النوعيات الجيده اللي تخدم ابو الافران. بس احنا نناشد الحكومه ان الافران اللي مال الطحين مال العراق لو ينزلون اسعاره هم يتراوح ويا التركي يساعد الافران، بينما هو اسعاره مقاربه لاسعار التركي ما بي اي فائده. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه عندنا المعاناه اللي لاحظها هنا كثره الافران، مناطقنا العشوائيه هنا مناطقنا اطراف بغداد الافران بها كثرت وافران غير مجازه، يعني افران عندنا غير مجازه يثرون على الافران اللي مجازه، الفرن المجاز ده يتحمل نفقات مال العمل ضمان اجتماعي هاي كلها يتحملها الفرن، بينما الافران اللي ما عندهم ضمان ما هاي كلها هو في غنى عنها، لا صحه عنده لا رقابه عليه، هاي كلها هو محفي من عندها، وبالمقابل ده ينافس الافران اللي مجازه. هاي هم نقطه مأثر على الافران. الاسعار الصمونه اكو افران تبيع صمون 8 بلف، احنا افراننا هنا مناطق شعبيه اكو منافسه صايره، الفرن اللي ابو الفرن يبيع 8 بلف حد يصير اقبال عليه بالبيع والشراء مال الصمون مالته. لذلك احنا مناطقنا محصوره محدده، يعني مناطق محصوره وافران افران افران هوايه، هي هاي اللي اثرت على كل ال البيع مال الصمون. وحاجه ثانيه كميه النفط اللي ينطوها الافران مو مجزيه ما تكفي، يعني ينطوها 2000 لتر، ال 2000 لتر تكفي الفرن ما يقارب الى 18 الى 20 يوم بس. بقيه الفتره ال 10 او 12 يوم يضطر ابو الفرن يا اما يشتري اسواق سوداء يا اما يشرب الغاز، الغاز ممنوع، يعني اذا يشرب بالغاز ويجي ابو الصحه او ابو رقابه حاسبه. لانه اضطر نشتري البرميل مال النفط ما يقارب من ال 100 ل 150 الف من يصعد النفط. هاي كلها تاثر سلبا على اصحاب الافران. بغداد هناك ما عليهم ضغط عليهم، بغداد افران بغداد متباعده.
فيكون تاثير الفرن على الفرن الثاني يكون بعيد. قلت لك احنا الافران هنا اللي اثر علينا الافران الغير مجهزه، يعني احنا بمنطقه هنا عندنا 3 افران مجهزه بس، بينما عندنا 5 افران هي اللي موجوده هنا او 6 افران. عندنا 3 افران غير مجهزات. هاي 3 افران غير مجهزه تاثر على الافران المجهزه. هذا مفتح غير مجاز من يبيع من يبيع من يبيع 8000، انا مضطر انزل هم ابيع حاله ب 8000. يوميه انا صاحب عائله، ما ماكو يوميه، يروح ببغداد يترك عائله، يجي هنا يوميه ومحصور يوميات داخل المناطق الشعبيه. اول شيء الافران سبب هذا الزخم، سبب الافران كثره اكثر منها. هسه مناطقنا تقريبا 6 إلى 7 افران. اول فرن من يبيع 6 المواطن ما يقدر يشتري، فقير مين يجيب؟ ثاني شيء الدولة ما جات تجي تحاسب، ما جات تجي تحاسب الناس الافران اللي ما عندهم مجازة. اول شيء اجازة نفط الصمون، الصمون اذا تبيع 8 يا دوب الست ابو الفرن يخسر. سبب مهم، سبب الافران كثرة. الصمون ما جاي يسد، الطحين حدنا زاد 38 إلى 40، اكو انواع من الافران نوعيات مالت الطحين ما جاي نسد. تقريبا اكارد نوعيه بس 35 36، لكن نوعيه زينه تقريبا ب 40. يعني هذا سبب الافران وكثرت. هذا الحاله ماكو دوله تيجي تحاسب غرامات فرض الضرائب على مال من، ماكو شيء مهم وزين. اول سبب هي ارتفاع سعر الطحين، ثانيا اكو بكانات يعني ايجارهم غالي عملهم غالي، فيضيف على سعر الطحين ما يصرف لهم. يعني احنا هسه كودا يعني مناطق زراعيه وشعبيه باقين على 8000، الا الباقي المناطق هاي بالمدينه كلها على 6000، لان ايجارهم وطحين وعامل وهاي شغلات. يعني والله هي يعني تقريبا مو بس بالطحين، هسه عرقله بمعاملات النفط، حصه النفط، وعرقله بدخول اصلا الدخول الطحين من الجمارك، وهاي هو هذا هم سبب جاي يرتفع اسعار الطحين. فهسه حتى يعني مو مثل قبل شغلنا، شغل الصمون قل كلش. مطعم هاي المطاعم حكوا لازم ابو فرن المطاعم، لا الله عامل يعني هوايه اكو افران اثرت يعني على الطحين الغالي، النفط الغالي، والافران عزلت بسبب الطحين الغالي والنفط غالي، واحنا مقعدنا ما اكل اتعينات لا امور لا زايد اعانات، فتعبنا. والله هو الطحين غلى، صعد الطحين والنفط صعد، وابو الفرن قام ما يستفاد هيك الاستفاده، لا العامل استفاد لا ابو الفرن استفاد، يبطل يعزل الفرن وكل من يروح له ويقعد، واحنا ناس على باب الله. واليوم اللي اشتغلنا اكلنا، ما اشتغلنا ما اكلنا. والله قاعد نبيع 5 لانه طحين تركي، هم يعطونا طحين اسمر. الوجبه اللي يوزعونها للعالم مثل خبز ولا تنوكل. فاحنا نجيب لهم تركي، كله تركي درجه اولى ونخبزه لهم، فالتركي غالي ما يصرف، اذا يبيع 6 7 ما يصرف لي، فابيع عن 5000 على مود يصرف لي. والله تقل العالم لان الطحين غالي والعالم ما تقبل نبيع لها 5، تقول قليله. فاذا ينزلونا الطحين التركي احنا افضل نصير، لان ننزل الخبزه والعالم كلها تاكل زين. فهذا الطحين تركي مو الاسمر مال الحصه، على مود نبيع لهم بالمثل 6 7. اكو كان قبل الطحين ب 25، اكو طحين ب 35، اكو طحين ب 40. احنا اللي نجيبه تركي نجيبه غالي علينا، يعني التركي غالي ونجيبه يا يعني هذا يعني مشكل نص ونص، نص اسمر ونص ابيض. اليوم احنا بنسوي هذا الشيء انه احسن وللمواطن احسن. اليوم احنا بنبيع 5 احنا ربحانين،
والعالم استفاده. اليوم هذا اللي هذا اللي بيع اربعه يعني مات الطحين مو درجه اولى مثل الطحين اللي احنا نجيبه، احنا طحين نجيبه درجه اولى تركي خوش نوعيه خبزه حلوه ترتيب نظافه، لان يعني كلهن عندنا الحمد لله والشكر من فضل رب العالمين. الناس من تجي اليوم تجي على الخبزه الزينه، نعم تجي على الخبزه الزينه اليوم. واحنا قبل كنا نجيب الطحين ب 25 هسه بس نجيبه ب 40 ونجيبه ب 35 نجيبه ب 40 ونجيبه ب 35 احنا ابو ال 35 صار فينا احسن من ابو ال 40 كنا نسد سد بسد شغلنا. لا هسه الحمد لله شويه بي شويه باب وجواب يعني شغلنا الحمد لله والشكر ومتايس. واحنا كعمال كنا اليوم ابو المال هو اذا يبيع 4000 واذا يبيع 5000 اكو فرق قليل، فرق قليل هو. بس اليوم هو من يبيع 5000 خبزه كبيره، انا خبزتنا كبيره بيع 5000، اكو من عندهم يبيعون صغار 6، اكو من عندهم يبيعون 4، اكو من عندهم يبيعون 7، اكو من عندهم يبيعون 8، كل واحد هو وقانونه. احنا لا احنا خبزتنا كبيره، خبزتنا كبيره نبيع 5 خبزه حلوه مرتبه والحمد لله والشغل الناس يعني هذا تجينا نعمه. صورة عامة الطحين صعد. ليش صعد الطحين؟ الدولار غالي، صعد الطحين نار صار. احنا ما صرفنا هذا الشيء اليوم صعد، احنا من صعد هذيش الوجبه بيش تشيز قمنا نجيبه ب 50 نجيبه ب 45 حتى وصل ل 60 هذا الشيء. احنا بهذيك الاحوال كنا ما نستفاد كل شيء كسد بسد راضين المواطن واحنا والحمد لله والشكر. هو بصورة عامة لعبة الدولار هي لعبة قذرة يمارسوها على الشعب على مود يرضفونه، ينسونه حاجاته هواي، ينسونه أساسياته هواي، ينسونه مواضيعه هواي، انه تخليه متخمد وساكت وراضي باللي هو بيه. مجرد يعني فتح حاجه بسيطه يصعد فد مبلغ ونزل فد مبلغ. ابسط شيء احنا اللي جاي نسوقه اللي جاي ناخذه والحياه اليوميه هو عباره عن استيراد، ما عندنا تصدير. احنا يعني العراق ما بي تصدير غير النفط، وبيعنا للنفط مالتنا اللي الشغله الوحيده اللي نصدرها نبيعها بالدولار، اللي هم الدولار يتحكمون به من فوق بين تصعيد وبين تنزيل. وهي هاي اللي مرضخ الشعب اعوام واعوام، نزل الدولار زاد الشغل وزادت الامكانيات وزادت العالم واشتغلت العالم وتطورت يجوز بنسبه بسيطه. مع العلم قبل بالاعوام السابقه كان يعني 100 120 هالمتراوح، هذا اليوم ب 2023 صار 159 الف لل 100 دولار. يعني مو بس اضعاف، يعني شلون شقل لك يعني حمار تولع عرين الاسود ارضخهم بهاي السالفه. اكل ماكو وعيشه ماكو والحياه صعبه صارت بسبب هاي الفقره الخايسه. والله الاسباب هي من صعد الدولار صعد الطحين صعد قامت ما تصرف الصموله ما تصرف، يعني ما تسد المصروف مال العمل مال الفرن. مثلا عندك كهرباء، عندك مولد، عندك نفط، جايز ماكو مال نفط، يعني ماكو تجهيز نفط للفرن، يضطر يشتري اسواق سوداء نفط. المولد كهرباء تعبانه فمولد، يعني مولد تدفع مليون مليون ونص تسحب خط مولد تشغل اجهزتك، اجهزه كلها على الكهرباء. لهذا السبب يقوم ابو الفرن يبيع يقلل يعني عدد الصمون مثلا 6000 او اقل خاطر يعني يسد المصروفات. احنا بالنسبه لنا ما نزل صعد الدولار وصل فوق ال 50 الكيس الطحين احنا ما نزلنا صار بقى 8000. اكيد المواطن يعني تاثر عليه، اذا ابو عائله و6000 يعني ياخذ له ب 3000 مكان ما ياخذ ب 2000 لازم ياخذ ب 3000 او ب 4 يلا يوكل عائلته. بينما لو الاسعار قليله يعني اسعار عاديه يقدر ابو الفرن ينزل سعر الصمون او سعر الخبز بحيث المستهلك يقدر ياخذ براحته.
هاي تاثر على ابو المطعم، ابو المطعم هم عنده مصاريف وهم عنده نازل نفط وكهرباء واسعار الطحين والخمره، هذا كله بفلوس، كله دولار، هذا لازم الحكومه تنظر له وتعرف شلون ترتبه. لهذا السبب مرات هذا السبب الرئيسي، مرات سعر الصمونه يصعد. هو لو الطحين رخيص والنفط موجود والكهرباء مستمره، ابو الفرن ما راح يصعد سوق، اكيد ما يصعد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الولد يمكن سولفوا بما به الكفايه بارتفاع اسعار الطحين وبارتفاع اسعار الاجور، بعض المناطق بارتفاع اسعار الايجارات، لكن انا راح انوه عن موضوع انه بصوره عامه شغل الافران والمخابز هواي بي امور قد يكون المواطن او المعني ما يعرف فيها. مثلا الكهرباء اب وتموز، كهرباء ماكو، ماي هسه احنا هنا يشهد الله اب وتموز نترس دنكر، ماي ماكو، كهرباء ماكو، هذه كلها مصاريف. اضافه الى وزاره التجاره بزمن النظام السابق كانت مخليه الضمان الاجتماعي، كانت مخليه خيار، يعني بكيف المواطن يريد يدفع او ما يدفع. من جت هاي الحكومه سوتها اجباري. قبل بزمن النظام السابق كانت الحكومه تعطي وزاره التجاره تعطي طحين وتنطي امور مستلزمات الفرن كلها وتنطي نفط. هاي الحكومه هسه بالوقت الحالي قبل تقريبا سنه فرضت الضمان الاجتماعي لكل عامل 60 بالشهر، كل عامل بالفرن لازم يدفع 60,000 لوزاره التجاره حتى تجهزه بماده النفط. بعض اهل الافران تقريبا بال 2000 فرن وقفن ببغداد، هاي بس ببغداد. بعض الافران اللي مشغل اخوه او اللي مشغل ابنه قالوا احنا ندفع، لان تعرف باقي الافران عمال يشتغل يوم هنا ويبطل يوم، فما يقدروا بالفرن يوميه يدفع العامل. فبعض الافران راحت لوزاره التجاره حتى تدفع اللي موجودين عندهم، مثلا اخوه قلنا وابنه، قالوا لهم لا احنا ما نقبل بهاي الصوره، نقبل انت من يوم انفتحت تجي تدفع. يعني اقل فرن طلع عليه 90 مليون و100 مليون وهسه مظاهرات طلعنا يا الله مشونا 6 اشهر. اضافه الى احنا هنا بمنطقه المعامل قضاء الزوراء، هاي المنطقه اطراف بغداد، هاي المنطقه منكوبه من كل شيء. مثل ما تعرفون انه هاي المنطقه زراعيه، بال 2008 او 2009 اجى قرار شمل اطراف بغداد المناطق الزراعيه بالتجهيز. وزاره الصحه قبل 4 اشهر او 5 اشهر وقفت التجديد الصحيه، من وقفته وزاره النفط قامت ما تجهزنا بالنفط، هسه احنا نشتري نفط سوق سوداء. خاطبنا المحافظه قالت مو يمه، خاطبنا رئاسه الوزراء قالت مو يمه، وهسه الموضوع واقف يم وزير الصحه. منتظرين قرار من وزير الصحة حتى يجهزونا بالنفط بمادة النفط. زين انت اذا تشتري نفط سوق سوداء او تدفع ضمان اجتماعي او تشتري الطحين بسوق سوداء او تشتري مستلزمات الفرن كلها او تدفع كهرباء او هاي منين تطلعهن؟ اكيد لازم السعر او صعد سعر مادة الصمون على المواطن حتى انت تقدر تاكل لقمة. زين باقي المحافظات بالعراق من عدا بغداد وديالي تجهز الافران 3000، بغداد وديالي يعطون 2000، هسه 2000 وقاطعينهن. زين انا بيش اشتغل بسوق سوداء؟ فهذا كله مضاعف، يعني اكثر الافران اكثر من 1000 فرن اليوم ببغداد مهدده بالتعزيله.